السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أرب كرافتر في ماين ليتس بلاي ماين كرافت. دحين أدخل لكم هقول لكم حاجة حلوة سويت فيها، إني جبت لي الماين كرافت الفول فيرجن، بس بكراكت فيرجن من ماين كرافت بوكس جار. دحين أوريكم إيش هي دي ماين كرافت بروكسي. دحين بس أكتب لي الباسورد، دحين أسوي لوج إن، دحين أسوي اللي هذا السيرفر حقي، يعني حاسوي أوريكم تور بعد الفيديو، يمكن أسميه ليتس بلاي ماينكرافت، هنخليه سيرفايفل، هحط سيد حلو اسمه ام سي اديت. نخلي تشيت اون، يمكن نحتاجه اي وقت. نخلي ستراكشرز بونس تشيست نحتاجه، ايوه يلا ورلد ما ينفع ديفولت كريت نيو ورلد. يلا اللارج بايومز هي ما حركت في الكاميرا كتير يعني زي كذا، بس عادي يعني اقعد معاكم اتكلم يعني، ان شاء الله اقدر اعرف كم طول الفيديو. بس ايوه اقدر الحمد لله، واقدر اسوي بوز حتى لو في دم وموت طنش اوبشنز. نخليه على ايزي فيديو سيتنجز، في محل في السيرفر حقي لاج كبير. يا الله يا الله يا الله يا ماك يا ماك، مو وقت هبالة. شكلي حسوي بوز وارجع لكم. يا الله ايش بيصير ايش بيصير، مو راضي يشتغل. هبل هبل، حلعب لكم في الاس بي خلاص طز انتر. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، سينجل بلاير عندي لاتس بلاي ماينكرافت كلها نفس الشيء ترى، البروكسي جار ومع هذا يدخل مع بعض يعني مع بعض، هذا في هذا يخش في واحد. يا الله كم دقيقة عندي، دقيقتين على الفاضي. هو ام سي هو البوليس شاش المفروض هناك في ديزرت لو اتذكر، عشان كنت بتفرش في العالم في كريتيف كامبين. ايوه صح، بستخدم حق التكشر باك، نسيت اقول لكم سويت لي تكشر باك الحمد لله. هنا ايوه صح في جنجل، في ايش اسمه بايو، مو هنا في كيف، والكيف في جود ستارتنج ثينجز. الحين اوريكم ايش حلو بذا الديزرت، مو ديزرت عادي. ان شاء الله حطيت ستراكتشرز اون، لو ما حطيتها اهو لقينا جنجل تب. و انا اخترت ذا السيت حق امس هي ادت، والله اخترته ما شفت ولا شيء في يوتيوب عنه. هو ذا اللي ما في الجنجل تمبل، دحين اوريكم ايش هو وكله. ما عندنا طريقة نطلع، بس استنوا حاجة كسر لي حاجة، اخذ لي سان هو اكثر شيء هنا يكسر بسرعة. ان شاء الله ما هي طيحة تموت. يلا ناخذ لنا بس ما ادري كم احتاج، بس يلا اروح اللاين ده وخلاص. ما اتذكر ما اصلا ما اعرف شو جوا الشخص، وفي امرلد فلا 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 فلا. خلاص كذا احس كفاية جملة. هذه محلات الجنجل تبل، هذه مو مهم. الحين أكثر من هنا، مرة ظلام بوم، أكثر ده أحسن لي. الجودات جاست يا ولا يعني بداية حلوة ترى الماينكرافت جولد من البداية، شكلي أسوي لي جولد أنا أكل. أنا على ال 1.3 الجديد ده الجديد. يس 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 دايموندز يا دايموندز يا دايموندز يا دايموندز. انتوا شفتوا كل حاجة انا مسوية معاكم، ما غشيت هادي بلا كذب، ما حد يكتب في الكومنتس غشاش.
والله ما غشيت فيها. انا الاورنج ما بعرف نفس جملتهم. الحين سنة نسوي حاجة سنة. لا كذا سنة ايش بي جنت يا ولد، حتى في شوكر كي جنبنا. ايش ده ايش ده؟ انا لازم ادخل ولا شيء بس كده. هذا اكره انه يصير في الايفون. دحين ايش ده؟ بوم لايتنج جلتش. الجلتش حقت ماينكرافت. ولد موب سبونر حق ايش؟ حق ايه؟ سكالي بوم. ماما أفتح يا أقول شي في اللعبة. لازم نتجهز قبل ما ندخل نسوي شي في ذا الموقف. هدخل لي أول على الفيس بس عشان أبغى أعرف شو جوا، بس منقلك أسوي فيه شي مرة كبير. وايل هناك حتى سبايدر موب سبوندر. حلو مو سيء الأغراض، بس هنسوي كونكر. ها ما ادري ايش يسوي الدادي. اول ناخذ لنا شيء نبني. والله السيد ده عارفين شو هو؟ حتى اقدر اسوي له سلاش سيد لو ما تب. يا تكتب ام سي اديت يطلع لكم هذا. سووا بوز للفيديو لو تبغوا تاخذوا السيد، او اكتب ام سي اديت. اوبس او اي صح. ابغى ادخل الكيم عندنا معانا كرافتنج تيبل. ما سوينا اصلا كرافتنج تيبل. في فحم. انا لازم افرص عيني حتى لا تحسوا ان هناك في فحم. استنوا حتى لو انتم احس ان انتم انتم شايفين. يا الله يا الله يا الله. عندنا بيكاكسين دحين اصلا احس حشيل اهو، بس عندنا الفحم. احط لكم ايش بسوي؟ في ناس دحين يمكن بيقولوا سوي شيء بالدايموند. استنوا علي دايموند لسه ما واجه. او يلا بس نسوي شيء بالدايموند. بيكاكس انشانتنج تيبل اهم ترى. هسيب دايموند ما اعرف ايش اسوي. يا الله القهر قهر قهر. شكلنا حنجد نفسنا دايموند. اي حد لنفسي. جيم مود سوري لازم حبة دايموند داي سوري. جيم مود كثير ناس يمكن منقهرين بس عشان البيكاكس. خلاص واحد خلاص من بعدين لاقي قدام في السير في الحلقات حرميها في اللعبة. وعد مني انه حرميها في اللعبة. هاي شكلي بعد الحلقة دي حروح اجيب لي اوبسيديان. حلقة فظيعة. بونر اشياء كتير. الانشانت حسوي معاه. يا الله بوم. الحين بالتورتشز احط لكم هنا تورتش عشان تشوفوا. هنسوي انشانت مدري لايش. شكل الجات يعني ما حد يستخدمه قد كده. الحين ايوه بنستخدمه. اما كول كثير. انا بس هنا جيت الكول عندنا احنا دايموندز. انا بعرفكم وقت التصوير عدى 9 دقايق. الحمد لله يسوي مرة كثير. بقول للناس اللي بيصوروا بيدهم ليه ما تنزلوا زي العالم بيستخدم سكرين فلو. لا تصور بيدك، هذه نصيحة. او استخدم زي ما اول بدأت انا استخدمت كده كفايه كويك تايم بلاير ريكوردر. هذا انا استخدمته الصراحة من البداية. دحين راح اقطعها شوي. صراحة كنت اقعد اولا بدأت بي فين الخروج ويا الكه ده. احنا نزلنا ايه صح نزلنا.
يلا بس اطلع زي كذا نوبش يعني معزوب بس بطلع ميني فايد واحد من اثنين. انا مره ميني شايف اوح ما ادري هستخدم الويل انتفاخ اهو هناك الخروج دحين بس اخذ لنا اول ايرن بعد شوي راح تنهي الحلقة ما ادري ليه يعني هي يوتيوب بس يرضوا 15 دقيقة. لو مو عجبكم التكشر باك اعرف مش تخدم التكشر غلط بس قولوا لي استخدم الديفولت تكشر باك. شكلي حسوي بوز شوي وارجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم وجمعت لي معاي وود شادي. دحين ابغى كسرت لي قسم السكر ده كيف تغيره؟ كيف عشان كده؟ كرافت الدين كرافت الدين ما عندنا اوبسيدين لسه شكلي بعد الحلقة هروح ادور لي اوبسيدين وارجع لكم يعني. بس الحين اقدر اسوي ورق ال 1.3 غيره نحتاج لذر. نحن نروح ندور لنا على بقى نكون عندنا يعني مجهزين في كوكو بينز شايفها انا راح اخدها. او في ال 1 يا الله اللاج لاج 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 شفت شرفات حقي انا مسوي اوتلاين للاغراض بالاسود ما اعرف ليه ينفع اسوي بالاحمر. اللي ما شاف قناة اخوي اسمه نمار كرافتر نروح نشوفه لو يعني لو سمحت ما بغصب اي احد يشوفها. الحين اسوي اكل بدي كده تسوي لا كده ايوه الحين يصير اها كده عندنا كوكيز children for sleep زي في الأفلام روح أول نام بعدين لما تصحى نديك كوكيز أوكي ماما. أحلى جونجل تمبل أحلى جونجل تمبل أحلى جونجل تمبل أحلى أحلى جونجل تمبل ما أعرف أسوي الحين بس في الحلقة اللي بعدها شكلي حيقعد يقول أبو شفت أي بغيرها شكلي في الحلقة التانية ما أعرف حسوي ما أدري يعني ما أحس يعور شكلي حنهي الحلقة دحين وما أعرف أسوي. بس في الحلقة التانية شكلي حلمني أول حلمي لي بعد بعدين حلمني قصر بعدين حلمني مني شو. بس دحين اقول لكم اشوفكم دقيقة اول مع السلامة باي.